أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الوطن اليوم التي نبدأ بها أسبوعنا إن شاء الله يوم الأحد. حياكم الله، ونبدأ من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المغرب في مقر إقامته في طنجة. الداخلية تعلن إحباط محاولتين لتهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة. والسعودية ترفض تسييس الحج وتؤكد جاهزيتها لخدمة 2 مليون حاج. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم؟ 163 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية بالربع الثاني من السنة. المجلس الأعلى للقضاء يحسم حق الأم بحضانة أبنائها دون دعوة. وبلد الإحساء مبادرات للحفاظ على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء. وعودة الدوري تخطف ترند تويتر في السعودية. حياكم الله من جديد. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية اليوم ملك المملكة المغربية محمد السادس، وجرى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء أعرب الملك سلمان عن شكره للملك محمد السادس على ما وجده من حسن الاستقبال في المملكة المغربية. بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام حتى يوم السبت أكثر من 450,000 حاجة، وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلة بالمدينة المنورة. وبلغ عدد الحجاج القادمين من الخارج منذ بدء القدوم حتى نهاية يوم السبت تقريبا 570,000 حاجة، من بينهم 566,000 حاج قدموا من طريق الجو، ونحو 6,000 وصلوا عن طريق البر، و 5,849، وذلك بزيادة وقدرها 14 و 15% على عدد القادمين في الفترة نفسها من العام الماضي. أعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163 مليار ريال. قالت وزارة المالية السعودية أن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم والذي يتسم بالتوازن عن تراجع عجز الميزانية بالنصف الأول بواقع 51%. إذن مشاهدين الكرام، وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن الرياض الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سعود المطير. أهلا ومسهلا دكتور، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. إذن اليوم يعني تم الإعلان عن الميزانية التي بلغت 163 مليار ريال، والوزارة أعلنت عن تراجع عجز الميزانية بالنصف الأول الذي كان 51%، ما هي دلالات ذلك تلك الأرقام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، حياك لك وللمشاهدين والمشاهدات. طبعا أولا، لو أخذنا الإنفاق المخطط اللي كان مخطط أن ينفق في عام 2019 لوجدنا أنه 890 مليار. نعم. بمعنى أنه الإنفاق لو أخذنا افتراضا النفقات والإيرادات تدفق بانتظام سيكون الإنفاق المخطط للنصف الأول 445 مليار. نعم. بينما الإنفاق الفعلي 381، يعني أن ما أنفقته الحكومة خلال 6 أشهر أقل مما كان مخططا ب 64 مليار. عبارة أخرى، يمكن استخدام ال 64 مليار لدعم النفقات في النصف الثاني. مما يكون لدينا في النصف الثاني ربما سياسة مالية توسعية. نعم. الإيرادات اللي طبعا كانت مخططة على النصف الأول من عام 2017 كان مخطط أنه
تكون 346، لكن الإيرادات الفعلية اللي حصلناها في الستة أشهر هي 308. نعم. أي أن ما حصلنا عليه من إيرادات أقل مما كان مخططاً بحوالي 38 مليار. نعم. وهذا يأتي بسبب أولاً تردي أسعار البترول في النصف الثاني، عفواً في الربع الثاني على الأقل. كذلك الإيرادات غير النفطية دائماً ما تكون الجزء الأكبر منها يحصل في الربع الرابع، فبالتالي أمامنا إمكانية لتحسين الوضع في الإيرادات. نعم. طيب. عجز في الميزانية. نعم. طيب دكتور تفضل. المخطط أنه يكون 99 مليار على مستوى نصف ستة أشهر الأولى، بينما الفعلي هو 72 مليار، بمعنى أننا استطعنا أن نخفض العجز الفعلي. نعم. بحوالي 26 مليار. نعم. وهذا يعتبر أمر إيجابي لا شك. نعم. طيب دكتور، وقراءة في الميزانية السعودية، يعني فعليا نص برنامج تحقيق التوازن المالي على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لتفادي مشكلة سابقة، كما تعلم ونعلم دكتور تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، طبعا وأكيد ليس إنفاقا رأسماليا. حدثنا عن هذه الجزئية. طبعا لا شك هذه، لو أخذنا برنامج التحول الوطني والخطأ البرنامج التوازن المالي، لا شك أنه سيكون هناك توازن مالي قبل 2020. وعملية كفاءة الإنفاق اللي ذكرتيها أمر مهم وجوهري جدا لتحسين فعالية الإنفاق الحكومي. لأن في فرق أني أنفق لي 100 مليار وأني أنفقها المئة مليار بشكل يخلق لي فرص عمل ويسهم في تكوين بنية تحتية قوية. يعني عندما يرشد الإنفاق ويفعل تكون إنتاجية الإنفاق الحكومي عالية جدا. نحن عانينا في الفترة الماضية من ضعف إنتاجية الإنفاق الحكومي. نعم. الآن إذا استطعنا نتخطى بعض العقبات اللي مرت علينا، أتصور أنه ممكن فعلا أن جودة العبرة بجودة الإنفاق ليس بكثرة الإنفاق. نعم. أنا أكيد شاكرة وجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض الأكاديمي والمحلل الاقتصادي دكتور سعود المطير، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا، وفي موضوع آخر، حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين. وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ دكتور وليد بن محمد الصمعاني. وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصر. إذن مشاهدينا الكرام، والتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا ومن جدة المحامية والمستشارة القانونية هنا أخلص. هلا ومسهلا هنا، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. إذن اليوم المجلس الأعلى للقضاء قال كلمته وحسم موضوع الحضانة بحق الأم لحضانة أطفالها دون دعوة. سؤالي، ما هي أعمار الأطفال يعني التي تستطيع الأم أن تحتفظ بحضانتهم سواء كانوا من الذكور أو من الإناث؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك. حياك. طبعا بالنسبة لعمار الأطفال نتكلم على كحضانة الذكر أو الأنثى. الشرع حدد أنه الذكر إذا قبل السبع سنوات للجنسين يكون حضانتهم مثبتة للأم، ما عدا إذا كان حصل الأمر يكون مثبت للحضانة. أما بعد السبع سنوات فعندنا أمران،
الذكر طبعا يخير، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خذ بيد أيهما، يعني الأم أو الأب. الأنثى استقر الحنابلة أنه دائما تكون عند الأب، ولكن اختلف العلماء في الجهة الأخرى أنه لا، أيضا الأنثى تخير مثل الذكر، والأساس أنه أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. نعم طيب يعني تكون على الأم. نعم، يعني في حال زواج المرأة فإن الحضانة يعني بشكل تلقائي تتحول إلى الأب. لا لا، غير صحيح. الزوجة إذا تزوجت ليس هذا بالمعنى أنها تسقط منها حق الحضانة، لأنه السبب الحضانة للأم، فالأم ترعى هذول الأطفال، ترعى حاجاتهم، فعندما تتزوج في حقوق للزوج. في حالة الزوج وافق على رعايتها وحضانتها للأطفال، فهي ما زالت تستطيع الحفاظ على الحضانة. نعم، الجميل في الموضوع اليوم أستاذة هنا أن يجوز للمرأة أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة، طبعا حتى دون أن يكون هناك دعوة قضائية. أيضا حدثينا عن هذه الجزئية وأهميتها في توفير الوقت والجهد على المرأة الحاضرة. صحيح صحيح، الآن هذه خطوة جدا مفيدة، خصوصا للمرأة والأخص الأطفال، لأن الأطفال إذا وصلنا إلى مرحلة التخيير نحتاج أن نحضرهم إلى المحكمة، ويدخل المحكمة ما يؤثر على نفسياتهم، ويؤثر على انطباعهم عن الأم عن الأب، ورؤية النزاع والمنازعات، وهذا يعني لا يليق بالأطفال. فالآن الحمد لله يعني صار أنه تجدر الأم تروح بالدوائر الإنهائية وتطالب بفك الحضانة وتحصل على الحضانة، ولكن هناك شروط، أنه ما يكون في نزاع أو في سبق وقد رفعت دعوة بالمطالبة بالحضانة، أو في هل هناك معترض على هذا الإنهاء اللي قدمته أو حصولها على فك الحضانة. فبالتالي الحق الاعتراض ما زال في يد الأب، ويقدر يعترض تابع لنظام المرافعات الشرعية. طبعا وبالنهاية القضاء هو من يقول الكلمة الأخيرة. صحيح صحيح. نعم. طبعا احنا يعني مصلحة المحظون فوق كل شيء. طبعا يعني ما الإنسان لازم يقرر من فيهم أحق بالحضانة. نعم. يعني احيانا الأم تكون لها يعني تكون غير مؤهلة، وفي المقابل الأب احيانا يكون غير مؤهل. نعم. لكن يعني دائما الأولى بالحضانة هي الأم. الأم. نعم، أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي من جدة، المحامية والمستشارة القانونية. أنا سعيدة اليوم بوجودك هنا أخلاص، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودية الإخباري الشايب، وفيها مصدر بالتحالف الدفاع الجوي رصد أمس إطلاق فاشل لصاروخ أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه نجران، وسقط عشوائي في صعدة. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1392 عاملة منزلية غادرن دار الضيافة إلى بلدانهن. وجمرك البطحة يحبط محاولتين لتهريب 94,000 أو 54,000 كيس من مادة التمباك. شرطة القصيم الإيقاع بمتهم سرق 15 مسجدا في بريدة. إلى فاصل قصير. حياكم الله من جديد. أكد رئيس المجلس البلدي بالإحساء أحمد الجعفري أن المجلس البلدي ومنذ انطلاق دورته الثالثة وضع أحد أهدافه الاستراتيجية المحافظة على الرقعة الزراعية، مشيرا إلى رؤية المجلس ودوره المهم في المحافظة على الغطاء النباتي للواحة والإسهام في زيادته والتشجيع على المحافظة عليه. قال الجعفري إن المجلس عقد اجتماعات مع الأمانة والمؤسسة العامة للري ومديرية الزراعة لوضع الأنظمة التي تحافظ على الرقع الزراعية، وتم الاتفاق على أن تكون مسؤولية المؤسسة العامة للري المراقبة الميدانية.
مشاهدينا الكرام، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن الإحساء المهندس عادل الملحم، أمين منطقة الإحساء ومتبني مبادرة مليون شجرة. أهلا ومرحبا بك أستاذي إلى برنامج الوطن اليوم. بداية، ما سبب إطلاق هذه المبادرة في منطقة الإحساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عليه الصلاة والسلام. أشكر قناة الآن على إتاحة الفرصة لنا للمداخلة التي تعتبر مهمة من المبادرات التي تأتي في عمق الأحساء، والأحساء معروفة تاريخيا باعتبارها أكبر واحد نخيل تاريخية في العالم، الاحتواء على حوالي 3 مليون نخلة. أتت هذه المبادرة من متطوعين لتكريس مفهوم التغذية النباتية أو الرقى الخضراء في ولأهمية هذا الموضوع والاستراتيجية أمانة الأحساء الأساسية في مخططها الاستراتيجي، هو المحافظة على الرقعة الزراعية وتطويرها بزيادة. وهذا فعلا ما صدر من قرارات وتشريعات للحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته. تأتي هذه المبادرة التي أطلقت من أحد المحبين هذا النوع من النشاطات اللي هو الزراعة، تبنت الأمانة بحكم مسؤوليتها عن زراعة الشوارع والحدائق وغيرها من الذي بزراعة المليون نخلة، أسف المليون شجرة. يأتي ذلك طبعا يجسد الاهتمام التي تليه الدولة حفظها الله في مشاريع الحدائق والتشجير الطرق والممرات المشاة وغيرها من المناطق الأخرى. نعم. طيب أستاذي، ما هي أنواع الأشجار التي تقومون بزراعتها؟ إضافة إلى ذلك، ما هي الجهة التي سوف تقوم على تنفيذ أعمال التشجير؟ الحقيقة هناك أكثر من نوع تبنيناه وإحنا نشرناه في مواقع كثيرة. كل الأشجار التي تسمح أن تعيش في الأجواء الأحسائية الخاصة، يعني معروفة في دول الخليج شدة الحرارة، ولا يعني تنمو أو لا، بحثنا عن الأشجار التي تنمو في هذه الظروف من الأجواء، من ضمنها الأثير وغيرها، يعني حوالي 12 نوع. طبعا تبنينا هذه المبادرة أمانة الأحساء، وأعلننا بالتزام الأمانة ب 150 ألف شتلة تقوم بزراعتها الأمانة، وأيضا تبنينا تزويد المواطنين ب 25 ألف شتلة مجانية يقوم المواطن باستلامها من الأمانة وفقا لإطار تنظيمي لذلك. كل ذلك طبعا يندرج تحت مظلة نشر وعي الزراعة. في نفس الوقت أصدرنا قرار بإلزام المواطن قبل يعني إلزامه بالمشاركة قبل فسح الكهرباء لمنزله الجديد أن يقوم بزراعة على الأقل شجرتين أمام منزله تتوافق مع عرض الواجهة الأمامية. بعض الواجهات تكون شجرتين وبعضها ثلاث وبعضها أربع وفق لتصميم الأرصفة اللي موجودة في المنطقة. نعم. طب أستاذي، ما هي الصعوبات التي تواجهكم في هذا العمل؟ والله لكل عمل يعني فيه صعوبات، لكن المبادرة لاقت استحسان من جميع القطاعات الخاصة والمتطوعين والجهات الرسمية، وأنا من خلالكم أقدم شكري وتقديري على كل من يبادر في هذا الموضوع. الأهم الصعوبات الموجودة هي توفر المياه. توفر المياه، يعني شح المياه في المنطقة
قد يكون سبب رئيسي في التقليص من الأشجار، لكن سنسعى جادين مع المواطنين حتى بابتكار بعض الطرق من المياه التي يسمح لاستخدامها وإعادة تدويرها في المنازل لتحويلها إلى الواجهة الأمامية على الأقل. نعم. والحمد لله لقينا استجابة، ولدينا بإذن الله خلال الأسابيع القادمة الحين بدء الزراعة، لأن الزراعة أفضل موسم لها لزراعة الأشجار هو من 15/9 ميلادي ل 15 سبتمبر، تبتدي هو أفضل أوقات للزراعة، يكون انكسارة الحر ودخول الفصل الأبرد من الوقت الحالي، وهذا طبعا عندنا سيكون هناك ندوة سيحضرها مسؤولين القطاعات الخاصة والرسمية والمتطوعين في هذا الخصوص حتى يعني نصل إلى الهدف المرجو من زراعة المليون نخلة. نعم، وأنا نعم يعني وأنا فعلا سعيدة اليوم بوجودك في برنامج الوطن اليوم، وأكيد تشرفت بتلك المداخلة وأيضا كل المعلومات التي زودتنا بها من الإحساء المهندس عادل الملحم، أمين منطقة الإحساء ومتبني مبادرة مليون شجرة. شكرا جزيلا لك. ودونا عن غيرها من الفعاليات الترفيهية، تتصدر الأنشطة الرياضية اهتمامات الشباب السعوديين، وفيما غاب عن أوسمة تويتر الأولى في الشهرين الماضيين أي مناسبات رياضية، عادت أخيرا تزامنا مع انطلاقة دوري جميل في موسمه الجديد. ولا يجد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الماضية سوى هاشتاغات حافلة بمناوشات مشجعي كرة القدم، فهناك من يندب حظ فريقه بعد خسارة موجعة، وآخر يتفاخر بفوز عريض وبنتيجة كبيرة. إذن مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب والخبير الرياضي عبد الكريم الخريجي. هلا ومسهلا أستاذ عبد الكريم، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. إذن ما الجديد الذي يحمله هذا الموسم للأندية السعودية؟ مرحبا أستاذة شيرين، سعيد حقيقة بتواجدي معكم، وطلع بعد فترة يعني. يلا حيا دورتنا أستاذ عبد الكريم. النور نورك، وفعلا الوطن اليوم على ما قالوا يعني متشرف بوجودك، او انت بالفعل اعتدنا عليك في هذا البرنامج، الله يعطيك العافيه. الله يسعد قلبك، اتشرف والله، شهاده اعتز بها. الشرف لنا، لا كيف لا، وانت المذيعه الخبيره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهذه قل ان تجدها في مذيعه ومذيعه ما شاء الله، ورياضيا ايضا. الله يسعدك استاذي. طيب قبل كل شيء راح ابدا لك في الدوري، بس قبل الدوري راح احب اهنيك بصعود نادي احد بكونك احد سكان، او كنت احد مدينه الرسول اللهم صل وسلم عليه المدينه المنوره، احد صعد هذا العام بعد 35 عام مختفي عن الدوري الممتاز، وهو كان يلا اخيرا خلينا نفرح بشيء بس استاذ عبد الكريم. طب استاذ عبد الكريم، الحين ونتكلم عن موسم جديد بانتظاره عشاق او الانديه السعوديه بالمجمل، ما الجديد اليوم؟ بالتأكيد السنة هذه الدوري مختلف عن جميع السنوات اللي قيمت أكثر من 35 عام أو 40 عام تقريبا مضى الدوري. السنة دي حدثت فيه أشياء جديدة، احتراف 6 لعيبة لأول مرة تصير في الدوري السعودي، احتراف حراس المرمى لأول مرة تصير أيضا في الدوري السعودي، هذه بتعطي بلا شك قوة للدوري لم تكن فيه. طبعا الموضوع من هذه وضع للحد من الاسعار الباهظه التي يتقاضوها اللعيبه السعوديين، كانوا يتشرطون على انديتهم، يطالبون بمبالغ يعني ضخمه جدا، ما يستلمونها حتى 6 أو 7 وزراء في وقت واحد. يعني في لعيبه يستلموا 850 الف في الشهر و600 و700، كان لاعبين او ثلاثه محترفين، الحين اضيفت 6 لعيبه محترفين ما فيهم حراس المرمى. راح ينتهي تكدس او تشرط اللعيبه،
والدليل الأكبر أن أفضل مهاجمين في السعودية الحين ومهاجمين المنتخب اللي هم نايف عزازي ناصر الشمراني ما وجدوا لهم أي نادي إلى الآن، كأسي بدون أندية باستثناء ناصر الشمراني اللي إلى الآن مفاوضات بين الهلال والشباب لانتقال الشباب. نعم. هذه إحدى. بالنسبة للدوري انطلاقته كانت قوية جدا، جميع النتائج كانت إيجابية، انتهت بفوز، كان فيها ضربات جزاء، فيها بطاقات حمراء، بطاقات صفراء، الدوري مشعلل من أوله، صارت فيه مفاجآت. نعم. فوز أحد، فوز الفيحة الصاعدين حديثا للأندية الكبيرة. نعم. أحدث خاصة أنها أمام فرق قوية، يعني الفيحة عفوا خسر من الهلال. نعم. بس خسارة مشرفة ب2-1. نعم. أستاذي أنا للأسف أدركني الوقت، بس أنا طبعا أنا فعلا يعني أوعدك وأوعد كل مشاهدي برنامج الوطن طبعا أكيد بناء على طلباتهم، إن شاء الله دائما بتكون عندنا إطلالة رياضية أو نافذة رياضية نطلع عليكم من خلال برنامج الوطن، وأكيد أنا دائما أتشرف بوجودك معي في البرنامج كضيف، أكيد تضيف لنا الكثير. الأستاذ والكاتب والخبير الاقتصاد الرياضي عبد الكريم الخريجي، أشكرك كل الشكر. إذن مشاهدينا إلى تويتر، حيث وجه مغردون سعوديون رسائل لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تحت عنوان وجه رسالة لوزارة التعليم. قدموا من خلال هذه الرسالة اقتراحاتهم وأمنياتهم لما رأوا فيه المزيد من التقدم للتعليم في المملكة. أيضا ظهر الوسم في الألاف من التغريدات ليحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الوسوم انتشارا صباح اليوم. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز التفاعلات مع الوسم، ومنها البداية كانت للؤي الشريف اللي غرد قائلا وجهوا الطلاب لأساسيات التعليم الذاتي والبحث العلمي، وعلى أساسها تكون الاختبارات بدل ما هذا ما جاء في الكتاب. أيضا قال فارس السبيعي أتمنى أن تتاح الفرصة للمقبولين والمقبولات بالجامعات بدخول التخصصات اللي يرغبون بها. أيضا الدكتورة مها بن شعلان ركزت على دور المعلم مغردة، اهتم بالمعلم ينجح التعليم، اهتم به معنويا ماديا معرفيا مهاريا. إذن مشاهدينا كانت هذه كل التغريدات في برنامج الوطن اليوم، تقبلوا تحياتي أنا شيرين رفاعي وأكيد تحيات طاقم العمل. أي اقتراحات لمواضيع البرنامج دائما على إيميل البرنامج. أشوفكم إن شاء الله بكرة، مع السلامة.